تتمنى في الدور الجديد بتاع دمنا الحقيقي في 2024؟ اتمنى اول حاجه ان موضوع غزه يخلص يا رب. يقف اطلاق النار، ده نمره واحد بالنسبه لي. ايوه. نمره اتنين السودان، نمره تلاته الحروب اللي ملهاش لازمه كلها. والله. نمره اربعه ليبيا زي الشرق وغرب. نمره خمسه سوريا تستقر وتبقى دوله زي ما كانت. لبنان تستقر وتبقى دوله زي ما كانت. كل ده في المشتكى شغال. مضيق باب المندب. كل ده صح. مع بعض نسمع كله مع بعض. اتمنى صحيح. ان الدنيا تهدى شويه عشان نعرف ناخد نفسنا ونبقى كويسين. انا عندي امنيه في 2024. ايه خير؟ انا عاوز اجي لحضرتك ونقعد نتكلم عن البشتكة وخلافه. والله. والله ايه رأيك؟ ايوه الدنيا متبشتكة خالص. خلاص نقعد نتكلم على كل ملفات البشتكة في السياسة وفي الفن وفي الدنيا وكل حاجة. ايه رأيك؟ ده بجد في كل حاجة. تحقق لي امنيتي يا استاذ لطفي. ده شرف كبير. لا انا اللي اتشرف، بالعكس اي حد فينا انا وزمايلي يتشرف. ده يوم الهنا بالنسبه لي. ده يوم المنى بالنسبه لي. يبقى هو ده العيد. ده لا ده احنا بعد العيد ان شاء الله. هم يقولوا بعد العيد ما يتفتلش كحك، احنا هنيجي بعد العيد نفتل كحك ونبشتك ونبشتك ونبشتك. والله خلاص. انا هعمل كده وهبقى سعيد جدا. انا صح ولا غلط في الرؤيه؟ لا هي بصراحه رؤية بقدر ما هي مختلفة تماما بقدر ما هي واقعية جدا جدا جدا. ولفظ البشتكة ده لفظ افتقدناه من زمان، ما يعرفوش غير لعيبة الضمنة الأوادم. يقول لك يقول لك يلا بينا نبشتك عشان نبدأ دور جديد. بشتك الدور، بشتك الضمنة. الحمد لله. وكل سنة وانت طيب يا حبيبي. وحضرتك طيب يا أستاذ. وكل مصر طيبة. آمين آمين. وكل العالم العربي طيب. آمين. والعالم كله. يا رب كل الإنسانية يا رب. الله يخليك. يا رب كل سنة وحضرتك طيب وسنة سعيدة عليك وكل الصحة وكل العمر بإذن الله. كل الشكر لفناننا الكبير جدا 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 الممتلئ بل ويقطر روعة لطفي لبيب.